بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، من أمارات الساعة أن نجد الأحذية تتكلم. سنتحدث اليوم عن حذاء ذكي متصل بالأقمار الاصطناعية يخبرك عن الطريق الصحيح الذي يجب أن تسلكه. الحقيقة هذا الأمر أشار إليه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا كعلامة من علامات اقتراب الساعة، ولكن دعونا نتأمل هذا الاكتشاف الغريب حقيقة والذي بدأ ينتشر بشكل غزير اليوم على مستوى العالم. من الاختراعات الغريبة جدا أن نجد حذاء ذكيا، وهذا الاختراع يأتي بعد الهاتف الذكي. ولكن ما هي مهمة هذا الحذاء ولماذا سمي بالحذاء الذكي؟ الحقيقة هذا الحذاء تم تصميمه ليخبر صاحبه عن الاتجاهات التي يجب أن يسلكها أثناء سيره، مثلا سواء بالسيارة أو مشيا. أثناء السفر مثلا يقوم هذا الحذاء بإصدار اهتزازات محددة يعلم من خلالها صاحب الحذاء الاتجاه الذي يجب أن يسلكه. ومثل هذه الأحذية تتصل بالأقمار الاصطناعية وتستخدم تقنية التوجه عن بعد GPS من خلال الاتصال أيضا بالهاتف الجوال. طبعا العلماء توجهوا للحذاء لأنه لا يفارق صاحبه طوال الطريق، على عكس أجهزة الموبايل التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع أو ينفذ شحنها. هناك نوع من الأحذية الذكية أيها الأحبة أيضا مجهز بشاحن آلي يعمل أثناء المشي أيضا لتوفير الطاقة الكهربائية. الحذاء الذكي يخبر صاحبه بأشياء كثيرة، مثل الاتجاهات الصحيحة، مثل المكالمات الفائتة، مثل بعض الأخبار، أخبار الطقس وغير ذلك. لذلك تسعى الشركات لتطوير هذه الأحذية لتخبر صاحبها بأشياء كثيرة جدا، وبخاصة أن مثل هذا الحذاء يتصل مع الجوال بتقنية بلوتوث بالإضافة لسماعات خاصة أيضا، ويمكن للإنسان أن يتصل أو يتواصل مع حذائه. الشركات مؤخرا قامت بتطوير عدد كبير من الأحذية الذكية التي تخبر صاحبها بأمور تهمه، مثل مريض الزهايمر مثلا الذي فقد الذاكرة تدله كيف يتوجه إلى الطريق بسهولة. إنسان فقد بصره أيضا بالنسبة للأعمى أو الكفيف يستفيد من هذه الأحذية لمعرفة الطريق بشكل صحيح. وكأن الحذاء يتكلم ويخبر صاحبه بأشياء تهمه، ولكن طبعا ليس كلاما حقيقيا ولكن كلاما إلكترونيا. في دراسة نشرت عام 2020 يعتبر هذا الحذاء ثورة في عالم التكنولوجيا الرقمية. فالحذاء الجديد قادر على تسجيل النشاطات اليومية لصاحبه من خلال أجهزة استشعار وأنظمة لاسلكية. الحقيقة لقد أصبح هناك سوق عالمية كبيرة للأحذية الذكية، ملايين الدولارات، وهناك نوع من الأحذية الذكية يمكن للبطارية أن تعيش أكثر من 10 أيام. سبحان الله، يعني هذا أمر أشبه بالخيال العلمي. هناك تقرير نشر في بداية هذا العام 2023 يؤكد أن سوق الأحذية الذكية يتسع وسوف يحقق مبيعات أكثر من 2 مليار دولار في 2033. يعني القضية لم تعد خيال علمي ولم تعد مجرد كلام، أصبحت عبارة عن تجارة تدر ملايين الدولارات على أصحابها. هذا الاختراع أيها الأحبة يبدو اليوم شيئا مألوفا جدا بعد التطور المذهل للتكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وكلكم الآن يشاهدني ولا يستغرب. ولكن هل يتصور أحد قبل 1400 سنة أنه كان بإمكان أي إنسان أن يتخيل هذا الأمر؟ بل قبل 100 سنة فقط الحقيقة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنبأنا بكل ما سيكون إلى يوم القيامة، وذلك لنستيقن أولا بأنه رسول الله، وثانيا لنأخذ حذرنا. فإذا ما رأينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيجب أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى.
الآن دعونا نتأمل هذا الحديث النبوي الشريف. قال صلى الله عليه وسلم، دققوا أيها الأحبة، الحديث رواه ابن حبان: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله. تأمل معي دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكلم الرجل نعله. ربط اقتراب الساعة بأشياء يجب أن تتحقق في اليوم. عندما نقول لأي شخص، ما رأيك بأن هناك حذاء تم ابتكاره حديثا ويمكنك أن تتكلم معه ويخبرك عن أشياء مثل درجة الحرارة واتجاه الطقس واتجاه الطريق وحالة الطقس وأشياء أخرى، يخبرك عن الرسائل التي تلقيتها، عن الأشخاص الذين اتصلوا بك مثلا، بل تستطيع أن تأمره بكلمات محددة لينفذ الأمر بكل دقة من خلال الأوامر الصوتية. تقول له مثلا: أخبرني كم الساعة الآن. طبعا هذا الحذاء موصول بسماعات تعمل بتقنية بلوتوث، ويكلمك كلاما حقيقيا تسمعه ويخبرك بأن الوقت كذا وكذا. طيب، أليس هذا كلام حقيقي بالفعل؟ طبعا هذا الكلام أيها الأحبة كما قلنا قبل 100 سنة كان أشبه بخيال علمي، ولكننا اليوم نراه أمرا واقعا. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الحديث يأتي اليوم ليشهد على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويحذرنا بأن الساعة أصبحت قريبة. ينبغي علينا أيها الأحبة أن نستعد للقاء الله الذي قال لنا جميعا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما نقدمه العلم النافع. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتناول أمارة جديدة من أمارات الساعة، فتابعونا في هذه السلسلة من أمارات الساعة لنكتشف أن كل ما أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق اليوم بشكل كامل وحرفيا. لا نملك أيها الأحبة في نهاية هذا اللقاء إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.